ساكت يعني دلوقتي؟ ثواني واجهز لك يا جميل. في حاجة اتكسرت عندك؟ لسه، لكن هتتكسر إن شاء الله. الحمام منور ليه؟ المهيمة طلع عليه، طلع عليه، طلع عليه. المهيمة طلع يا بلاش، واحد غيره ما ينفع. إيه ده؟ أنت حالتك صعبة أوي. ثواني هحضر كاسين. المراية طاقت، يلا خدت الشر وراحت. يلا بقى عدول عشان عندنا شغل. ها ايه يا بنت مالك في ايه؟ بقى انا تخليهم يقطعوا صور يا بخيت؟ طب خد وقطعها ليه يا بنت الناس؟ ده انت فات وانا عمال، انا ماليش صالح. ايوه حضرتك هتطلعني. طب هتطلع هيحصل يا حبيبتي؟ ده بعيد عن شنبك يا حبيبي. ربنا فرحانه بشويه الرابيط بتعكس الازيق بتاعي. انت اللي فاتك شويه السيئه اللي بتقعد معاهم على القهوه. انت شايفك في السياسه تفهم ايه؟ انت يا دوبك كفايه عليك تفهم تحط فيشه في فيشه فريزه في فريزه، هو ده اللي تفهم فيه بس. ما تخليك في حالك انت يا قمله بتاعت المطالعه، ده انت يا دوب كفايه عليك فاتحه ونصبه. في فتحه ونصبه. اسمع ما اقولك، انا ما يهمنيش اني اكسب، لكن يهمني اني اجيب اصوات اكتر منك علشان اذلك. اذلك وسط اصحابك. انت لو تجيب اصوات اكتر مني انا ارمي نفسي في البحر. ليه؟ مش مكسوف على دمك وهما مدينك الجردل يا جردل؟ ما تقليش ادبي ككنكة. مين فينا اللي بيقل ادب؟ حرام. انا هوريك. لا بقى، انت لذتك مش فايته. يلا بنت امشي من هنا، امشي من هنا. امشي منين؟ بتطردني من سراية ابوك؟ امشي اطلع بره، ما تورينيش وشك. بقولك يعني انت اللي وشك اللي عادل، انت وشك يقطع الخميرة من البيت يا بنت صندوق. انا اللي وشي يقطع الخميرة من البيت يا مهيطل، يا تمن، يا ندل، يا سافل. بكرهك بكرهك يا بنت. قلتلك انا ماليش صالح بتاع تصور. بكرهك بكرهك، ما تبوسنيش. انا مش عايز ابوسك، انا عايز اقولك ان في حد من مصلحته ان هو يوقع بينا يا بنت. حسدونا يا بخيت. حسدونا. سامحني يا حبيبي. انا اللي عايزك تسامحيني. خلاص بكره انا هتنزل عن دخلت. لا اوعي تتنازل، انا اللي هتنازل. انا لا يا بخيت، وراء كل عظيم امراه. انا هو وراء كل رجل. حضرتك احنا من طرف مرشح كبير قوي وعايز اتحالف مع الاستاذ عديله. والله احنا من حيث المبدا ما عندناش مانع، بس مين هو المرشح ده؟ اتفضل معانا وهو هيقابلك بنفسه. قوي قوي، بس على الله يكون الاتفاق مرضي. اتفضل اتفضل. احنا فين بالظبط؟ اتفضل حضرتك. لو سمحتوا انا ما عنديش وقت اضيعه، ثم احنا لينا شروط المرشح اللي هنتحالف معاه. انا احب الفت نظركم
ان اللعبة الديمقراطية تشترط ان تتم في اطار من المنافسة الشريفة النظيفة. دكتوراه لا لا الا البنطلون ده انا ليا تلامذه كبار لو شافوني يقولوا ايه ارجوكم. طب الظاهر كلامي مضايقكم. طب انا مش هتكلم كمموني بس بلاش البنطلون بلاش البنطلون. انا انا في ايه ليه انا خلاص خلاص اذا كان عاجبكم البنطلون اديكم خدتوه هتعملوا ايه تاني؟ لا لا ارجوكم ده يسيء للمعركه الانتخابيه والوجه الحضاري للبلد. هتعملوا ايه تاني؟ لا لا ارجوكم ده يسيء للمعركه الانتخابيه. طب افهم بس ليه ده كله؟ قول لاصحابك بخيت وعديله ما يتدخلوش في الانتخابات. هقول لهم دي لعبه هم مش قدها. هقول لهم والله العظيم هقول لهم انا خلاص بقيت تبع الحكومه. مش انت الحكومه؟ انا تبع المعارضه انا تبع الاخوان انا تبع الشيوعيين. بس انتوا قولوا لي انتوا تبع مين؟ تبع اللي تبعوا. تبع اللي تبعوا احسن ناس. احسن ناس تبع اللي تبعوا. تبع اللي تبعوا يا بلد واحد غيره ما ينفع ناس. نزيه مين اللي عمل فيك كده؟ تابعوا. مين تابعوا؟ تابع اللي تابعوا. ايدك معايا خميس نوديه المستشفى. احنا هنروح القسم ونعمل محضر ونعمل اثبات حاله ونكشف اعداء الثوره. ثوره ايه ده وقت يا خميس؟ انا خلاص تبت عن السياسه تبت عن الانتخابات. انت كمان مالكيش دعوه بالانتخابات دي خالص. انا مش عايز اتجوزك مش عايز حاجه من الدنيا. طب بس اهدى اهدى. طب انت مش فاكر اوصاف الناس اللي عملوا فيك كده؟ مش عايز افتكرهم مش عايز افتكرهم. انا نسيته. انا كل اللي متاكد منه حاجه واحده بس اسكندريه كلها بتكرهني. انا مكروه. هدي اعصابك واحكي لنا احكي لنا ايه اللي حصل. هي كلمه ورد غطاها تبع اللي تابعوا بيقول لكم لو ما بعتوش عن الانتخابات هيحصل لكم قد اللي حصل لي 100 مره. اللهم قد بلغت اللهم فشت. نزيه موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل من له النبي يصلي عليه. انا عايز تسقيفه جامده يا رجاله. لن يرهبنا الاعتداء ولا الضرب ولا القتل